أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في أول كتاب تلاوة القرآن في الدرس قبل الماضي كان بعض إخواننا نبهنا إلى ما جاء في رواية في بعض الروايات عن منصور بن زازان، كنا ذكرنا أن فيها تصحيفا وأنها بالدال بناء على ما رأيناه في بعض الكتب، والصحيح أنه كما هو في الكتاب زازان بالزال. قلنا نراجعها ثم لم ننبه على هذا حتى نكون وفينا. هي منصور بن زازان وليس ابن عباد كما هنا، وإنما يعني منصور بن زازان من عباد التابعين. مكتوب عندك في الكتاب منصور بن زازان ابن عباد التابعي، صوابها منصور بن زازان كما عندك، لكن من عباد التابعين كما أشار أخونا الفاضل جزاه الله خيرا. نرجع في هذا إن شاء الله. وهذا وصلت ولا في أول كتاب تلاوة القرآن في الصفحة الأولى على نسختنا المشهورة صفحة 158 السطر الرابع من تحت، وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زازان من عباد التابعين، والتحريف في قوله ابن عباد التابعين أنه كان يختم القرآن ما بين الظهر والعصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله تعالى: كتاب تلاوة القرآن، باب تلاوة القرآن، فصل. ويستحب الدعاء عند الختم استحبابا متأكدا شديدا لما قدمناه. وروينا في مسند الدارمي عن حميد الأعرج رحمه الله تعالى قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك. وينبغي أن يلح في الدعاء وأن يدعو بالأمور المهمة والكلمات الجامعة، وأن يكون معظم ذلك أو كله في أمور الآخرة وأمور المسلمين وصلاح، وأن يكون معظم ذلك أو كله في أو كله وأن يكون معظم ذلك أو كله في أمور الآخرة وأمور المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم، وفي توفيقهم للطاعات وعصمتهم من المخالفات، وتعاونهم على البر والتقوى، وقيامهم بالحق واجتماعهم عليه، وظهورهم على أعداء الدين وسائر المخالفين. وقد أشرت إلى أحرف من ذلك في كتاب آداب القراء، وذكرت فيه دعوات وجيزة من أراد نقلها منه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض ما ينبغي فعله فيما يتعلق بقراءة القرآن وكيف يقرأ ومتى يقرأ، وذكر الأوقات المختارة، شرع في ذكر آداب الختم وما يتعلق به، ووصل عند قوله فصل. ويستحب الدعاء عند الختم استحبابا متأكدا تأكيدا شديدا لما قدمنا، يعني لما قدمنا من فعل أنس رضي الله عنه، وهذا أصح الأثار في الباب، أنه كان يجمع أهله إذا أراد أن يختم، وذكرت أثار أخرى كأثر ابن عباس وغيره فيما تقدم في المرة الماضية. وأراد أن يزيد هنا على ذلك، قال: وروينا في مسند الدارمي عن حميد الأعرج رحمه الله قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك. وهذا إسناده ضعيف كما قال الحافظ، ومثل هذا لا ينبغي أن يكون إلا بتوقيف، كأن هذا بعض ما قرأه ومما لم يصح إسناده. نعم،
قراءة القرآن من أجل الأعمال والملائكة تحضرها، لكن لم يصح يعني من الذي يؤمن وكيف يؤمن وكم عدد هؤلاء الملائكة ونحو ذلك. أصل الباب ثابت، لكن لا يقال مثل هذا إلا بتوقيف، فما دام النص لم يصح فلا ينبغي يعني نقله أو ذكره أو الاستدلال به. وينبغي أن يلح في الدعاء وأن يدعو بالأمور المهمة والكلمات الجامعة، وأن يكون معظم ذلك أو كله في أمور الآخرة وأمور المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم. قال ينبغي أن يلح في الدعاء، يعني إذا ثبت استحباب الدعاء عند ختم القرآن، ثبت ذلك من فعل السلف كأنس وغيره، ولشرف القرآن، ولأن هذا من أجل الأعمال أن يختم المرء كتاب الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا يعني فرصة مناسبة للدعاء. وإذا دعا الإنسان فينبغي أن يلح في الدعاء، والإلحاح في الدعاء يعني الاجتهاد في الدعاء والمبالغة في الطلب وإنزال الحاجة بالله عز وجل، وأن يدعو بالأمور المهمة والكلمات الجامعة، يعني إذا دعا فليدعو كما كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو بالمأثور كلمات العامة المهمة التي تتعلق أول ما تتعلق برؤوس الأمر، رؤوس الأمور في مسائل الآخرة في مسائل الدنيا. قال بالأمور المهمة والكلمات الجامعة، وأن يكون معظم ذلك أو كله في أمور الآخرة، لأن الآخرة خير وأبقى، وينبغي أن يكون شغل الإنسان بالآخرة أكثر من شغله بالدنيا، ولأن الدنيا منقضية وأمرها يسير، سواء جاءت هكذا أو هكذا ستأتي وستمضي، لكن الشأن شأن الآخرة. وأمور المسلمين وصلاح سلطانه، يعني أمور المسلمين العامة أولى به من أمره الشخصي. لماذا؟ لأن المنفعة العامة أوسع من المنفعة الشخصية، ولأن المنفعة العامة للمسلمين سيترتب عليها نفعه في خاصة نفسه. وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم، وهذا أيضا لأن صلاح السلطان صلاح للمجتمع وللأمة وكذلك ولاة الأمور، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. تخيل لو أن السلطان في أي بلد يعني أصلح الله حاله وصار كما ينبغي أن يكون، كيف يعني ترى؟ لا تسأل عن الخير والبركة والسعادة، لأنه كما قال عثمان رضي الله عنه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني أثر السلطان قد يكون أقوى من يعني كثير من المواعظ والحكم ونحو ذلك. لماذا؟ لأن السلطان يملك إلزام الناس. تخيل لو أن السلطان في زماننا يعني وفقه الله عز وجل قال يا جماعة، يعني بدل ما يقول يا جماعة أغلقوا التلفزيونات، هو بيده المفتاح، فلا يجعل في التلفزيون مثلا إلا كل خير، يا جماعة هذا يعني سوف نلغي تماما المنكرات التي، ويلزم الناس في الشوارع أن يعني يتقين الله عز وجل لنسائهم، ويلزم الناس أن كل هذا، والناس يستجيبون وتعم البركة. فالاهتمام بهذا أمر مهم، والدعاء للسلطان أمر مهم، والمقصود أن تدعو أن يصلح الله عز وجل ولاة الأمور، وليس يعني الدعاء على وجه التملق كما يفعل بعض الناس، اللهم اغفر لرئيس جمهوريتنا فلان ابن فلان ونحو ذلك من الكلام الذي يكون يعني واضح أنه يجامل السلطان ويتملق إليه أكثر من حرصه على الدعاء، وإنما المقصود أن تدعو للسلطان ولسائر ولاة الأمور، وأن يقيد الله لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه ونحو ذلك من الأدعية المعروفة، وفي توفيقهم للطاعات وعصمتهم من المخالفات، هذا في معنى ما ذكره، وتعاونهم على البر والتقوى وقيامهم بالحق، هذا كله المقصود بعموم المسلمين، واجتماعهم عليه وظهورهم على أعداء الدين وسائر المخالفين. وقد أشرت إلى أحرف من ذلك في كتاب آداب القراء، يعني أشار المصنف في الكتاب المذكور آنفا تبيان في آداب حملة القرآن
إلى بعض هذه الأدعية، عقد فصل في الدعاء وذكر بعض الأدعية، قال: وذكرت فيها دعوات وجيزة من أراد نقلها منهم. لكن معلوم أن هذا لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى عن السلف كأنس وغير، وإنما هذا على سبيل الاختيار والتعاون على البر والتقوى. فإذا قرأت شيئا من هذا وأعجبك وحفظته ودعوت به فلا بأس، لكن أن تقول هذا يسمى دعاء ختم القرآن كما يفعل بعض الناس وتحفظه كما هو وتنقله على أنه دعاء ختم القرآن، هذا يؤدي إلى أنواع من البدع، يعني يتوارد الناس على نفس الدعاء بألفاظه، وربما كتب في أواخر المصاحف التي بين أيدينا، وربما نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا كله كذب، هذا غير معروف عن شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الدعاء المثبت في كثير من المصاحف والذي يحفظه كثير من الأئمة، فينبغي مراعاة ذلك. الدعاء عموما تتخير من المأثور على حسب ما يفتح الله عز وجل، فلم يرد في الحقيقة شيء بخصوص ذلك. كما لا ينبغي أيضا المبالغة في هذا الباب على سبيل يعني تحرير النغم واختيار الألفاظ التي فيها سجع ونحو ذلك، هذا كله ليس يعني من السنة ولا من الأدب. الإنسان يشغل نفسه بألفاظ منمقة، يعني كقولهم في بداية الدعاء: الحمد لله المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتقديرا الذي نزل، هذا الكلام كله يعني يجعل القارئ أو الداعي همه أن يحرر هذه الألفاظ، بدل ما يقول تقديرا حتى لا يخطئ ولا يقول مثلا يعني كذا أو كذا، وهم السامع أنه هو متحجب من الحفظ والتنميق وتحرير النغم، هذا كله ليس المقصود أبدا، وإنما المقصود الدعاء بخشوع وحضور قلب، وهذا على حسب ما يتفق، ولا يلزم أن يكون الإنسان يقلد غيره وكلنا نحفظ دعاء واحدا بطلعة أو دخلة واحدة ونحو ذلك. هذا يعني لا شك أنه مما غلب على كثير من الحفاظ والأئمة إذا ختموا القرآن، وهذا لا شك أنه خلاف السنة، ولو كان السلف يفعلون هذا لكان هديهم خيرا من هدي من بعده، ولا حفظ الناس يعني ما ذكره أنس أو ذكره غيره. قال النووي رحمه الله تعالى: وإذا فرغ من الختمة فالمستحب أن يشرع في أخرى متصلا بالختم، فقد استحبه السلف واحتجوا فيه بحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الأعمال الحل والرحلة، قيل: وما هما؟ قال: افتتاح القرآن وختمه. وهذه مسألة أخرى عند الختم، وهي قوله: إذا فرغ من الختمة فالمستحب أن يشرع في أخرى متصلا بالختم، يعني ما يقف عنده من الجنة والناس حتى يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة ويعني صدر سورة البقرة إلى قوله: وأولئك هم المهتدون، ثم يقف. ما دليل ذلك؟ قال: فقد استحبه السلف واحتجوا فيه بحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الأعمال الحل والرحلة، قيل: وما هما؟ قال: افتتاح القرآن وختمه، يعني يكون كالحال المرتحل، يعني الذي ما إن ينزل حتى يقوم، يعني ما إن يختم حتى يشرع في ختمة أخرى. لكن هذا الحديث ضعيف، وإن كان هذا عليه العمل عند بعض يعني أو عند كثير في الحقيقة من أهل الأداء وأهل القرآن، وهو منقول عن قراء أهل مكة خصوصا، ومن قرأ قراءة ابن كثير على بعض الشيوخ بالإسناد المتصل يجد أنهم يتوردون هذا، فلا يعني ينتهي من سورة الناس حتى يقول له الشيخ صل ويقرأ عليها، يقرأ بعد ذلك الفاتحة وصدر سورة البقرة. الأمر قريب على كل حال، لكن الحديث ضعيف فلا يلزم هذا تعبدا، تكتفي بسورة الناس وتكون قد ختمت، وأنت ناوي إن شاء الله أن تبدأ في ختمة أخرى، لكن لا يلزم أن كلما انتهيت من الناس بدأت ختمة أخرى. يقولون هذا للحديث والحديث ضعيف، يقولون هذا تفاؤلا، لا بأس أن تفعله أحيانا، أما أن يكون هذا أمرا لازما فالأمر في هذا واسع، ولم يرد عن السلف يعني شيء من هذا إلا من المتأخرين ممن بلغوا الحديث وظن صحته،
ومعلوم أن الحرص على يعني الاستدلال للمسائل بالأحاديث الصحيحة هو الأولى وهو طريقة السلف. فصل. قال النووي رحمه الله تعالى: فصل في من نام عن حزبه ووظيفته المعتادة. روينا في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال رحمه الله: فصل في من نام عن حزبه ووظيفته المعتادة. وهذا يدل على أهمية أن يكون الإنسان له حزب وله وظيفة معتادة. والمقصود بالحزب ليس الحزب الاصطلاحي يعني نصف جزء، وإنما المقصود بالحزب يعني ما حزبه من القرآن وجعله يعني وردا له يلتزمه كل يوم، بحيث يكون يعني ختمته كل أسبوع أو كل ثلاث أو كل يعني أسبوعين أو كل شهر على الأكثر، هذا الذي ينبغي. وما أكثر ما ينبغي ويعني ما نقصر فيه. قال: روينا في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا فيه فوائد كثيرة، منها الاعتناء بالرواتب وقضاء ما فات منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وهذا معنى قوله في الرواية الأخرى: كان عمله ديمة، وهذا معنى قوله: إن أحب يعني الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كل هذه نصوص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إذا عمل عملا أثبته، فكان له ورد. وقد يتفق لعارض المرض أو عارض السفر أن ينام عن ورده، فكان يقضي هذا الورد، كما كان يقضي السنة الراتبة إذا فاتته، فقد انشغل يوما بوفد أتاه فجلس معه من صلاة الظهر بعد الظهر إلى العصر ولم يكن صلى سنة الظهر فصلاها قضاء، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته، هكذا السنة الراتبة، ومن ذلك ورده. وفيه من الفوائد أيضا فضل قراءة الليل، فإنه قال: من نام عن حزبه من الليل. هذا يؤكد أن قراءة الورد بالليل أفضل من النهار، ولما تقدم أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أيضا، فإن قراءة الليل محظورة، ولما هو معلوم مما ذكرناه أيضا من أن هذا يعني أقرب إلى الخشوع وحضور القلب ونحو ذلك. لكن على كل حال، سواء جعلت وردك في الليل أو في النهار، المهم أن تحافظ عليه وأن تشد يديك على وردك، فإذا فاتك شرع لك أن تقضيه ما بين صلاة الفجر والظهر. وقد ورد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في الصحيح أيضا أنه كان إذا نام عن ورده صلى من النهار 12 ركعة، يعني قيام الليل. فهل يلزم لكل واحد أن يفعل هذا؟ أو يرد أن نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة فكان يشفعها بالنهار فيصلي 12 ركعة، فإذا كنت معتادا أن تصلي 5 ركعات شرع لك أن تشفعها وتصلي 6 لا أن تصلي 12. يرد أن يقال هذا، ويرد أن تصلي 12 ركعة، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. نعم. فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وروينا في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال رحمه الله: فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان.
وهذه مسألة تعرض لكثير من الحفظة وكثير من أهل القرآن، وربما أحدثت بعض الإشكالات عند يعني البعض، وربما استعملها الشيطان استعمالا خاطئا، كأن يأتي ويقول لك قد علمت أن هناك حرجا في حفظ القرآن ونسيانه، ولهذا أنا أنصحك ألا تحفظه أصلا حتى تخرج من هذه التبعة، لأنك لو حفظته ونسيته فالويل لك، فحتى تتجنب هذا الويل أرى ألا تحفظه أصلا، فتقول له والله لقد أتيت بالوجه وجه الكلام، وهذا لا شك أنه يعني شبهة شيطانية. ومنذ متى والشيطان ناصح؟ لو كان ناصحا لعرف كيف ينصح نفسه، فشل في نصح نفسه فكيف ينصح غيره؟ هكذا ينبغي أن تعالج هذه القضية، فإنه كثيرا ما يأتيك على غير الوجه ويغرك، والله تعالى حذرك من هذا، ولا يغرنكم بالله الغرور، فالشيطان غرور كما يعني وصفه الله سبحانه وتعالى، فاحذر من هذه يعني الشبه التي ما زال يطرحها عليك صباح مساء. على كل حال القضية خطيرة، ولهذا قال الضحاك رحمه الله: ما تعلمه أحد ثم نسيه إلا بذنب يحدثه. وقرأ قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولا شك أن نسيان القرآن من أعظم المصائب، مصيبة، وأي مصيبة رجل نسي القرآن. ولا شك أنه كبيرة من الكبائر كما سيأتي في بعض النصوص، إذا كان على سبيل الكسل والتهاون وهجر القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من صور الهجر هجر حفظه، بل هجر العمل به ونحو ذلك. لكن يعني المسألة فيها تفصيل، فلو أن الإنسان ما قصد أن يهجره وحرص كل الحرص على العمل به ما استطاع إلى ذلك سبيل، وعلى مراجعته وعلى يعني إدمان قراءته وأن يكون له ورده، ثم عرض له بعض النسيان لعارض بشري، والإنسان لابد هكذا، هذا إن شاء الله لا يدخل في هذا الوعيد الذي يرد معنا في هذه النصوص. ثم يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما سمع قارئا كعباد بن بشر أو غيره كما ثبت في الأحاديث يقرأ يعني آية وهو يصلي في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، فيقول: رحم الله عبادا، قد ذكرني أو قد أذكرني آية كنت أنسيتها. وسيأتي هذا ربما في يعني باب قادم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أنسي أو نسي آية، فهذا يعني لا يجعله ممن يعني نسي القرآن، بل هذا لعارض، هو رسول النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على ذلك. ولهذا ما دام الإنسان حريصا على ألا ينساه وآخذا بالأسباب من المراجعة والقراءة والعمل به وحرص على معاني الديانة التي تجلب البركة التي بها يثبت القرآن في القلب، فلو يعني عرض شيء بعد هذا فالأمر فيه واسع إن شاء الله تعالى. وهنا يعني يكون يعني خير جواب للإشكال الذي عرض أو الذي يعني يأتي به الشيطان من أنك تترك الحفظ حتى لا تقع في طائلة هذا الحرج. قال: روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. العقل جمع عقال، كالكتب جمع كتاب، كتب أو كتاب وكتب عقال وعقل، وهو الحبل الذي يعقل به البعير يعني حتى لا يشرد. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا شبه القرآن في حفظه بدوام تكراره ببعير أحكم عقاله، ثم أثبت له التفلت الذي هو من صفات المشبه به، كما أن من صفات البعير أنه يتفلت إن لم تحكم عقاله، فكذلك من صفات القرآن أنه يتفلت إن لم تحكم مراجعته والحرص عليه. وهذا يعني في تحريض على مداومة المراجعة، وأهل القرآن الذين هم أهل القرآن، وليس كل من يقال إنه من أهل القرآن هو كذلك، لكن أهل القرآن الذين هم أهل القرآن الذين رأيناهم ورأينا همتهم في ذلك لا يكاد ينسى آية، حتى أنك تراه ربما ينام ما دام الطالب يقرأ
طول ما هو بيقرأ قراءة صحيحة صاحبنا ينام. والله سمعنا أحيانا لهم غطيطا تقول بس الشيخ يعني خرج وتركنا خرج من الدنيا. طيب خلي واحد يغلط غلط، فإذا غلط ترك الغطيط وانتبه كما لو كان يعني وخزه أحد يعني خنجر في قلب، هذا لو لم نره بأعيننا لما صدقناه. هذا كثير وعلى كثير منكم رأى هذا الشيخ نايم 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 بس اغلط غلطة تلاقي الشيخ يصح. هذا معنى كوني من أهل القرآن، يعني القرآن يمثل له معنى كبيرا ويعني يراجعه دائما ويدمن مراجعته حتى يأتي توفيق الله عز وجل الذي يجعله لا يكاد ينسى آية. هذا يحتاج إلى جهد يعني مبالغة ومجاهدة وحرص وطول زمان، ويحتاج إلى ديانة أيضا وحرص على أن تكون من أهل القرآن الذين هم يعني أهل الله وخاصته، وإلا فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد، وما أكثر يعني الأدعياء صلى الله السلامة والعافية، ونحن منهم على كل حال. قال تعاهدوا هذا القرآن فالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وروينا في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. هو نفس المثل لكن على وجه آخر، إنما مثل يعني إنما صفة صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها يعني صاحبها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. صاحب القرآن يعني الذي ألف القرآن، لا يقال صاحب الشيء إلا إذا ألفه، فمنه تقول فلان صاحبي، صاحبي يعني ألفته وذهبت ورحت وعرفت به. كمثل الإبل المعقلة، كما شبه القرآن بالإبل في الحديث الماضي، شبه هنا صاحب القرآن بصاحب الإبل في احتياج كل منهما لتعهد ما عنده حتى لا يفقده. وأورد القرطبي هنا شبهة قال لا يقال حفظ جميع القرآن ليس واجبا على الأعيان، فكيف يذم من تغافل عن حفظه؟ يعني لو أن رجلا متفزلكا قال حفظ القرآن ليس واجبا على كل مسلم، فكيف بمن حفظه أن نقول إنه يأثم على حفظه مع أن حفظه من الأصل غير واجب، فكيف يأثم على شيء غير واجب؟ شبهة. نعم. قال لأن نقول، يعني قال لا ينبغي قول ذلك، لأن نقول من جمعه فقد علت رتبته وشرف في نفسه وقومه، فمن المناسب تغليظ العقوبة. هذا معنى جيد، يقول أنت قبل أن تحفظه أمرك واسع، لكن إذا حفظت القرآن فقد علت رتبتك وشرفت في نفسك، ليس عند نفسك يعني، شرفت في نفسك يعني أصبحت حقيقة أصبحت شريفا في نفسك، وعند قومك أصبحت شريفا، ويعني من المناسب تغليظ العقوبة، لأن الغن بالغرم، كما أن لك يعني قدرا إذا حفظت فلك أيضا يعني غرما إذا لم تكن أهلا لهذا المعنى. ولهذا يعني ورد عن ابن مسعود أنه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره أو بصومه إذا الناس مفطرون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبكذا وكذا، وذكر جملة من الأثار المعروفة في هذا الباب. يعني لا تكن كغيرك، ما دمت حاملا للقرآن فلا بد أن تكون يعني لك الأكمل في كل الأوصاف. فإذا رأيت الناس يضحكون فأنت يعني أكثر يعني رزانة، وإذا رأيت الناس يتكلمون فأنت في صمتك، إذا رأيتهم نائمين فأنت يعني في محرابك تصلي، أو كانوا مفطرين فأنت يعني في صومك، لأن كل شيء له يعني قدره وله ثمنه، أو هكذا ينبغي. نعم. وروينا في كتاب أبي داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. تكلم الترمذي فيه. نعم، تكلم فيه لانقطاعه، فهو حديث ضعيف، لكن معناه ينتظم في الباب ومعناه صحيح على كل حال. والحجة في الحديثين الماضيين، قال: وروينا في كتاب أبي داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القزاة. القزاة يعني الشيء اليسير الذي يعني لا قيمة له، يخرجها الرجل من المسجد. حتى القزاة يعني أجر إخراجها، يعني عرض علي حتى أجر إخراج القزاة من المسجد. ومن هذا الحديث أخذوا أن نسيان القرآن كبيرة، لأنه قال: وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. ما دام الأمر كذلك فنسيان شيء منه كبيرة من الكبائر. قيل المراد ترك العمل، وهذا كلام ضعيف، والصحيح أنه لأنه خلاف الظهر، صحيح أنه نسيان الحفظ واستظهار الآيات. وقوله: فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل، هذا دليل على أن حفظ آية واحدة نعمة كبرى، حفظ آية واحدة من القرآن نعمة جلة وكبيرة، ولهذا الغنم بالغرم. وفيه أيضا يعني درس في المعاملة، معاملة الرب سبحانه وتعالى، وذلك أن من عد العظيم حقيرا زال عن قلبه. انظر كيف أن الذي في قلبه سورة من القرآن أو حتى آية، يعني من استهان بها فنسيها سلب هذا المعنى. وأنت تتقلب في الحالين، أحيانا تجد يعني الديانة عالية والقلب حاضرا، تجد نفسك مستعدا لأن تقرأ من أي مكان هذا الحفظ، وأحيانا تجد الديانة يعني ليست بذاك والقلب ليس بذاك، تجد نفسك تتحرج أن تقرأ في جزء عامة. لماذا؟ تقول يعني لا آمن من الغلط، وأنت أنت والقرآن هو القرآن، لكن حالة القلب الحالة تختلف. ولهذا عامة الناس في رمضان يجد قلبه يعني أوفق، لأن حالة القلب تكون أعلى، يستطيع أن يقرأ أكثر ويستطيع أن يستحضر ويستظهر أكثر. فإذا ما مضى رمضان ربما قيل يعني إلى الحول ثم اسم السلام عليكم، يعني إلى رمضان الذي بعده. وروينا في سنن أبي داود ومسند الدارمي عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله تعالى يوم القيامة أجزم. وهذا آخر حديث الباب وهو ضعيف أيضا. قال: وروينا في سنن أبي داود ومسند الدارمي عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله تعالى يوم القيامة أجزم. والجزام داء معروف يوجب يعني هجر الناس لصاحبه، تأمل وجه المثل، الجزاء من جنس العمل. لما هجر الرجل القرآن يعني شبه ومثل بالمرض الذي يهجره الناس لأجله، الجزاء من جنس العمل. وقيل أيضا في مناسبة العقوبة: إن القرآن نور، هذا معروف، فعوقب من فوت هذا النور بالترك والإهمال، عوقب بضده، وهذا سواد الوجه وشناعة الخلقة، لأن الجزام يعني الوجه يحمر ثم يسود ويتقطع يعني لحم صاحبه ويورث ذلك شناعة في الخلقة، فكأنه لما ترك النور وأهمله صار شأنه إلى مثل هذا. نعم. فصل في مسائل وآداب ينبغي للقارئ الاعتناء بها، وهي كثيرة جدا،
نذكر منها أطرافا محذوفة الأدلة لشهرتها وخوف الإطالة المملة بسببها. فأول ما يؤمر به الإخلاص في قراءته، وأن يريد بها الله سبحانه وتعالى، وأن لا يقصد بها توصلا إلى شيء سوى ذلك، وأن يتأدب مع القرآن ويستحضر في ذهنه أنه يناجي الله سبحانه وتعالى ويتلو كتابه، فيقرأ على حال من يرى الله، فإنه إن لم يره فإن الله تعالى يراه. نعم، ذكر المصنف فصلا في مسائل وآداب ينبغي للقارئ الاعتناء بها، أي قارئ سواء كان من الحفظة أو من غيرهم، مهما تعرض لهذا الشرف وأراد أن يقرأ كتاب الله تعالى لزمته هذه الآداب. قال: وهي كثيرة جدا، نذكر منها أطرافا محذوفة الأدلة لشهرتها، يعني لا يعنى بذكر دليل كل مسألة، أولا لأن كثيرا منها أدلته معروفة، وثانيا لأن كثيرا منها كما سيأتي يعني مما استحبه العلماء بلا دليل، وقد يكون يشهد له أدلة عامة فهو مقبول، وقد يكون لا يشهد له دليل ويحتاج إلى دليل خاص، فمثله ينبغي أن يكون مردودا، وسيأتي التنبيه عليه في حينه. قال: لشهرتها وخوف الإطالة المملة بسببها. فأول ما يؤمر به الإخلاص في قراءته، وأن يريد بها الله سبحانه وتعالى، وأن لا يقصد بها توصلا إلى شيء سوى ذلك، وهذا شرط عام في كل العبادات ومنها قراءة القرآن، أن يخلص لله عز وجل، فإنما الأعمال بالنيات، فإذا أراد وجه الله نفعه ذلك، وإلا يعني كان من أشد الناس عقوبة. ومعلوم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره في شأن الثلاثة الذين تسعر بهم النار، أول من يكون، ومنهم الرجل الذي قرأ القرآن وجيء به يوم القيامة فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن قرأت ليقال هو قارئ. لا تستهن بهذا، ربما نقع أحيانا في مثل هذا، أحيانا الإنسان يقرأ ويعجبه صوته ويرى يعني من يسمعه ويريد أن يثبت أنه متقن وأنه حسن الصوت وأنه لا أفضل من ذلك ولا أحسن، وتزداد الفتنة كلما رأى إعجاب السامع بمثل هذا، فيأتيه الشيطان ويعني يفتنه بهذا المعنى، فيكون هذا يعني من الخسران المبين والعياذ بالله. قال: وألا يقصد بها توصلا إلى شيء سوى ذلك، يعني لا يقصد شيء من الدنيا من الأغراض والأعراض والأعواض، وما أكثر ما يقرأ القارئ لأجل عوض يأخذه أو غرض من أغراض الدنيا كالثناء والمدح ويعني التقديم ونحو ذلك، وأن يتأدب مع القرآن ويستحضر في ذهنه أنه ينازي الله سبحانه وتعالى ويتلو كتابه، فيقرأ على حال من يرى الله، فإنه إن لم يرى فإن الله يرى، يعني حال المراقبة، وهو حال الإحسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله فأخبرني عن الإحسان أعلى مراتب الدين، قال: أن تعبد الله كأنك ترى، هذه حال المشاهدة أعلى مراتب الإحسان. الإحسان له مرتبتان: المشاهدة والمراقبة، والمشاهدة أعلى، ولهذا قال: أن تعبد الله كأنك تراه. تأمل لو أن رجل يرى الله فإنه سيكون أعلى ما يكون من يعني كأنه يشاهد الله سبحانه وتعالى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فلا أقل من أن تنتقل إلى مرتبة المراقبة وهي بعد مرتبة المشاهدة، وكلاهما من مراتب أو من معاني الإحسان. فمهما استطعت تأدب مع القرآن على هذا النحو، وأنت تقرأ تعرف أنك تنازي ربك، وأن هذا الكلام كلام الله، وأن له أعلى يعني ما يتصور من الشرف، وأن تلزم نفسك بهذا الحال. لا شك أن هذا بقدر الاستطاعة، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ولو ذهب كل أحد يحاسب نفسه على هذا المعنى المطلوب لما قرأ أحد، وإنما الإنسان يجتهد بقدر الإمكان أن يحضر قلبه وأن يتأدب، ومعلوم أنه يعني قد يعني يقدر على شيء من هذا، وقد يعجز أحيانا، حسبه أنه يجاهد نفسه. فصل: وينبغي أنه إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك وغيره، والاختيار في السواك أن يكون بعود الأراك، ويجوز بغيره من العيدان وبالسعد والأشنان والخرقة الخشنة وغير ذلك مما ينظف،
وفي حصوله بالإصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي، أشهرها عندهم لا يحصل، والثاني يحصل، والثالث يحصل إن لم يجد غيرها، ولا يحصل إن وجد. ويستاك عرضا مبتدئا بالجانب الأيمن من فمه، وينوي به الإتيان بالسنة. نعم. قال: فصل: ينبغي أنه إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك وغيره. تقدم معنا في كتب الفقه في أوائل كتاب الطهارة في أبواب سنن الفطرة في باب السواك أن السواك يستحب في مواطن، يستحب عموما ويتأكد استحبابه في مواطن، منها عند الوضوء وعند الصلاة وعند قراءة القرآن وإذا أراد أن يدخل بيته ونحو ذلك. فهذا موطن منصوص، لأنه يعني وقت حضور الملائكة، فالإنسان يتزين للملائكة، وكلام الله سبحانه وتعالى خير الكلام، فهو يحرص على استعمال السواك. قال: وغيره، يعني مما في معناه. والاختيار في السواك أن يكون بعود من الأراك، والأراك شجرة معروفة التي هي شجرة السواك المشهورة المختار، وإلا يصح أن يستاك بغيره من عود، يعني من نباتات الأرض. ولهذا قال: يجوز بغيره من العيدان وبالسعد والأشنان، يعني هذه أشجار معروفة من أشجار البادية، الأشنان أو الإشنان والأفصح الضم، وبالخرقة الخشينة وغير ذلك مما ينظف. يعني الأصل أن التنظيف بالسواك، وإن عدم السواك وقام غيره مقامه فلا بأس. وهل يرد الفرشاة والمعجون ونحو ذلك؟ يرد، لا بأس بهذا، لكن السواك أحسن وهو الأكمل، ولو جمع بينهما لا بأس. وفي حصوله بالإصبع الخشينة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي، يعني قالوا: إن لم يجد لا سواكا ولا يعني غيره من الأشجار، لم يجد إلا إصبعه، هل يصح التسوق بالإصبع إذا كانت خشينة؟ يعني خشنة. أشهرها عندهم لا يحصل، وينبغي أن يكون هذا الراجح، لأن السواك لأجل التنظيف، وربما كان هذا يعني خلاف ذلك، ربما رآه من رآه فتأذى يعني بفعله. فهذا الأشهر هو الأقوى، أنه لا ينبغي يعني التسوق بالإصبع. والثاني يحصل، يعني يحصل ما دامت خشينة. لو تصورت رجلا خشن اليد وأن يعني إصبعه يؤدي إلى يعني شيء من التنظيف. والثالث يحصل إن لم يجد غيرها، ولا يحصل إن وجد. يعني قالوا: لأن هناك وجها آخر غير التنظيف، وهو التعبد، أن السواك سنة وقربة، ويعني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم. فلأجل هذا المعنى قالوا، أو قال هذا الفريق، يحصل إن لم يجد غيرها. لكن الصحيح أنه يعني لا ينبغي التسوق بغير السواك، ولا يصح باليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه ولا عن أحد من السلف فيما نعلم أنه كان يستاك بيده أو بإصبعه، وكانوا أهل خشونة. وأما أصابعنا على كل حال فهي يعني ناعمة كأمثالنا، ولو كانت خشنة لنستعمله. ويستاك عرضا مبتدئا بالجانب الأيمن من فمه، وينوي به الإتيان بالسنة. يستاك عرضا يعني وليس طولا، والعرض يعني أن يأتي من الجانب إلى الجانب، وهذا ليس عليه دليل في الحقيقة. وربما قيل إن أهل الطب الآن يقول الأولى أن يستاك يعني طولا. راح فين؟ أنا شايفه النهاردة مش كده أخونا أحمد؟ طولا، هذا عند أهل الطب يعني فتواهم فيما نعلم، وعنهم ننقل هذه المسألة. فإذا كان طولا أو لا فنحن معهم، مدام هذا لا يعارض الشريعة. مبتدئا بالجانب الأيمن من فمه، طبعا هناك بعض التكلفات حتى أنهم قالوا من الجانب الأيمن إلى الوسط مش للآخر، وبعدين يجيب من الأيسر إلى الوسط كما لو كان فمه يعني أمر واسع. على كل حال، كل هذه بعض الاستحبابات التي يعني بالغ فيها بعض المتأخرين من الفقهاء على غير يعني دليل ولا يعني أصل يقاس عليه. ولهذا دائما في هذه المسائل في كتب الفروع فرق بين المنقول عن الإمام وبين المنقول عن بعض أتباع الإمام خصوصا من المتأخرين.
يعني ليس معنى هذا أن هذا عند أصحابنا يصح أنه قال الشافعي وكذا. الشافعي ما قال هذا، وربما لم يتكلم في هذه المسألة وما أراد أن يتكلم فيها، لكن بعض المتأخرين لهم يعني بعض التفريعات وربما التحكمات التي لا تليق في الحقيقة، لا يلزم أن تكون هذه منها، هذه يعني قريبة منها، هناك ما هو أشد من ذلك على كل حال. وينوي به الاتيان بالسنة، هذا أيضا لا يحتاج، لأنه ما دام يستاك لا بد أنه يحرص على أن يكون هذا لأجل الاتيان بالسنة، ما يحتاج أن نقول إنوي به، وهو يتسوق لأجل أن يتبع السنة. وقال بعض أصحابنا وهذا أعجب، نعم، وقال بعض أصحابنا يقول عند السواك اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين، ويستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمر بالسواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا لطيفا، ويستاك بعود متوسط لا شديد اليبوسة ولا شديد اللين، فإن اشتد يبسه لينه بالماء، أما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله. وهل يحرم؟ فيه وجهان، أصحهما لا يحرم، وسبقت المسألة أول الكتاب، وفي هذا الفصل بقايا تقدم ذكرها في الفصول التي قدمتها في أول الكتاب. لاحظ المصنف في أول الفصل قال خوف الإطالة المملة بسببها، فكيف لو يعني أراد أن يطيل بعض هذه المسائل ما كان لها يعني وجه في الحقيقة. قال وقال بعض أصحابنا، وإنما الأمانة اقتضته أن يقول هذا لأنه ينقل ما أراد، فهو مأجور على هذا على كل حال. قال يقول عند السواك اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين، من أين هذا؟ هذا ليس عليه دليل. وماذا لو قال اللهم بارك لي فيه يا أكرم الأكرمين، يكون غلط مثلا؟ لا، من لم يرد شيء من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر في هذا واسع، ويعني التكلف إلى هذا الحد أن يعني نقول لا بد من دعاء معين أو حتى يستحب دعاء معين، هذا يعني من التقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، ومن التوسع في الاستحبابات التي لا دليل عليها. قال ويستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمر بالسواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه، يعني من الفوق أيضا، وسقف حلقه إمرارا لطيفا. أما سقف الحلق ففيه نص، فقد كان يستاك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول أع ولا يقول أع إلا إذا بالغ في السواك حتى قرب من يعني داخل فمه، بل وثبت أيضا أنه كان يسوك لسانه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ما زال جبريل يأمرني بالسواك حتى خشيت أن يدردني، يدردني يعني يجعلني أدرد، الأدرد الأهتم التي يعني الذي سقطت أسنانه أو تأثرت لثة من شدتي، فهذا ثابت. نصر كان يبالغ في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في السواك، كان يعني يسوك لسانه ونحو ذلك، فهذا كله جيد ولا إشكال فيه. قال ويستاك بعود متوسط لا شديد اليبوسة ولا شديد اللين، وهذا ظاهر لأن اليابس ربما أذاه، واللين ربما يعني لا يؤدي دوره، فإن اشتد يبسه لينه بالماء، أما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره، وهذا اللفظ غير صحيح، معلوم أن المسلم لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أن الدم الذي يخرج من اللثة ونحوها ليس ينجس، ولا ينجس في الصحيح إلا دم الحيض، وهو الذي فيه يعني النصوص، وما سوى ذلك فإنه يعني فيه الخلاف، وإن كان الجمهور يرون دم نجسا، فالراجح أن الدم النجس ودم الحيض، وبعض الناس حكى في هذا الإجماع، وهذا لم يثبت فيما نعلم. قال أما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله، على القول بأنه نجس، قالوا يغسل فمه قبل أن يقرأ، هذا يقصدون به الرجل الذي يفرز دمه يعني من اللثة ونحوها، يفرز فمه دما ونحو ذلك. وهل يحرم؟ فيه وجهان، أصحهما لا يحرم، يعني لأنه غالبا يكون معذور ولا يفعل هذا، لا يأتي فمه بدم إلا المعذور، وسبقت المسألة في أول الكتاب،
سبقت المسألة في أول الكتاب. تذكرون أين سبقت؟ أنا ما أذكر. وفي هذا الفصل بقايا تقدم ذكرها في الفصول التي قدمتها في أول الكتاب، والحمد لله. فصل: ينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع، فهذا هو المقصود المطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب، ودلائله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم آية واحدة ليلة كاملة أو معظم ليلة يتدبرها عند القراءة، وصعق جماعة منهم ومات جماعات منهم. نعم، وهذا الفصل أهم. قال: ينبغي للقارئ أن يكون من شأنه الخشوع والتدبر والخضوع، هذا مقصود القراءة، فهذا هو المقصود المطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. والإنسان يقرأ لأجل هذا، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هذا المقصود في الحقيقة من تنزيل القرآن ومن قراءة القرآن، أن يتأثر به القلب على النحو الذي يخشع ويرق ويليم، ومن ثم يزل لربه سبحانه وتعالى، ومن ثم يقوم بالواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات. قال: ودلائله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، وقد ذكرنا شيئا منها. وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم آية واحدة ليلة كاملة أو معظم ليلة يتدبرها عند القراءة، وهذا ثابت، وأصل هذا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بات ليلة بقوله تعالى في المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وهذا صحيح إليه. وما ورد على السلف هذا كثير، وإن كان كثير منه في إسناده يعني شيء، لكن في الجملة ثابت، كفعل أسماء رضي الله عنها لما جعلت تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، حتى خرج يعني غلامها وذهب إلى السوق ورجع، وهي في نفس الآية. وكما بات تميم الداري وفي الإسناد شيء: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، ورد هذا عن كثير على كل حال من السلف. إلى هنا الكلام ماشي. قال: وصعق جماعة منهم عند القراءة ومات جماعات. أما مثل هذا فإنه إما أن يكون يعني متكلفا، وهذا يعني مقيت، وربما كان فيه خلاف الإخلاص، الصعق وليس الموت. نعم. وإما أن يكون وقع، ولا يلزم من وقوعه أن يكون هذا أفضل من فعله، بل يقال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد، ومعلوم أن الصحابة لم يصعق أحد منهم عند القرآن، فغاية ما يقال أن الصحابة أثبت قلوبا وأقوى أفئدة، ولهذا حملوا هذا القرآن وكانوا أسبق في العمل به دون أن يتأثروا هذا الأثر. ومن جاء بعدهم ممن روي عنه مثل ذلك، هذا لا يدل على مزيد فضل عن الصحابة، وإنما يدل على مزيد ضعف، على أنهم ضعفوا عن تحمل هذا، حتى يعني يجاب عن الإشكال المعروف الذي يرد عليك عند سماع هذه الأثار، تقول: هل يرد، هل معنى هذا أن فلان هذا التابعي خير أو من أتباع التابعين أو من عباد البصرة وكانوا أشهر الناس في هذا أفضل من الصحابة الذين قرأوا الآية ولم يعني يصعقوا ولم يغمى عليه ونحو ذلك؟ لا، الصحابة هم الأفضل، وهذا من أثر يعني ضعفه. وأما الذين ماتوا من ذلك فهذا قريب من هذا الباب، من سمع آية فمات فالله يغفر له ويرحمه إن شاء الله ما دام يعني وقع شيء من ذلك، وهو ينتفع بهذا، لكن ليس معنى هذا أنه أفضل من السلف الأول الذين يعني وعت قلوبهم القرآن ولم يظهر منهم مثل هذه الآثار، على أن كثيرا ممن وقع منه ذلك كان لبعض التكلف، ولهذا كان بعض السلف إذا ذكر له أمثال هؤلاء يقول يعني اجعلوه يصعد إلى السطح ويقرأ القرآن، فإن صعق كان صادقا، لأنه عارف أن السطح يعني يكون
ليس فيه سور كأيامنا، يعني لو صعق ممكن يقع يموت، وهو إذا صعد وقرأ على السطح يكون منتبه جدا ولا يحدث له شيء. إذن صعقه على الأرض كان نوع تكلف قريب من هذا ما نفعله نحن في زماننا. احنا طبعا زماننا ليس في صعق ولا موت، لكن في بعض التشنجات التي تعرض لبعض القراء في او بعض السامعين في خصوصا في قيام رمضان ونحو ذلك. يعني ترى اذا قرأ يعني او اذا سمع القراءة يبالغ في الحركات ونحو ذلك، وهذا يعني ربما كان كثير منه يعني مدخولا فيه، والا اذا قرأ وحده فانه لا يحدث شيء من هذا. الامر يحتاج الى كثير من المراجعات للقصود والنوايا. ويستحب البكاء والتباكي لمن لا يقدر على البكاء، فإن البكاء عند القراءة صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد ذكرت أثارا كثيرة وردت في ذلك في التبيان في أداب حملة القرآن. قال السيد الجليل صاحب الكرامات والمعارف والمواهب واللطائف إبراهيم الخواص رضي الله عنه: دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. قال: ويستحب البكاء والتباكي لمن لا يقدر على البكاء. أما البكاء المستحب فهو الذي يأتي عفو الخاطر دون أن تتكلفه ودون أن يعني تحمل نفسك عليه، لأن المقصود ليس البكاء وإنما المقصود الخشوع. ولما كان الخشوع والحضور يعني كثيرا ما يأتي بالبكاء، استحب البكاء لا لذاته، حتى يعني تفهم المسألة جيدا، لأن بعض الناس يحمل نفسه على البكاء لمجرد البكاء وهذا ليس هو المقصود. ولهذا كان سفيان يعني رحمه الله يقول البكاء يعني 100 جزء: 99 لغير الله وواحد لله، فإذا جاء الذي لله مرة في السنة كان كثيرا. وعلى هذا فقس. نعم، يعني البكاء كل هذه الأجزاء ما فيها إلا واحد والباقي كله لغير الله، ثم هذا الواحد لو جاء مرة كل سنة كان كثيرا. إذن يعني القضية ليست البكاء لذات البكاء، وإنما لما لكونه مظنة الحضور، حضور القلب، وهذا هو المقصود الذي تعبدنا الله به. والتباكي لمن لا يقدر على البكاء. التباكي أيضا ليس على سبيل التكلف، وإنما معنى التباكي أن تستحضر معنى الآية وتحمل نفسك على معناها إن كان شديدا أو كان يعني فيه ترغيب أو نحو ذلك. فإذا بكيت فهذا الذي ينبغي، وإن لم تبكي فإنك تبكي على أنك لا تبكي، تقول كيف يعني معنى كهذا لا يبكى منه، أنت حجر ثم تبكي على عدم البكاء. فإن لم تستطع أن تبكي ولا تبكي على عدم البكاء فابكي على أنك يعني ما بكيت ولا بكيت. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فإن البكاء عند القراءة صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين أو عباد الله الصالحين. المصنفون يستخدم بعض الألفاظ الصوفية كالعارفين والكرامات والمعارف والمواهب واللطائف، وهذا يعني الأولى تركه حتى لا ندخل في بعض، لكن المصنف كان أحيانا يعني لكنه منضبط يعني فيما عرفنا، وإن كان يعني في بعض الكلمات وليس أحد معصوما. على كل حال نحن ننبه على هذا حتى لا يعني تستعمل مثل هذه الألفاظ وتلج من خلالها إلى يعني بعض الأبواب. وأصل هذا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ابن مسعود أن يقرأ فقرأ عليه من سورة النساء ثم إنه بكى عند الآية المعروفة: كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يعني في وصف عباد الله الصالحين. وقد ذكرت آثارا كثيرة وردت في ذلك في التبيان في أداب حملة القرآن، يعني الكتاب الذي هو جزء في هذا الباب مطبوع ومعروف. قال السيد الجليل صاحب الكرامات والمعارف والمواهب واللطائف إبراهيم الخواص رضي الله عنه، ولا من السنة أيضا ومن هدي السلف أن نقول رضي الله عنه لغير الصحابة، وإنما من سوى الصحابة من التابعين ونازل تقول رحمه الله. ضبط هذه المصطلحات أولى من الإطلاق حتى لا ندخل في باب الغلو، وحتى يعني تميز
يعني الجيل النموذج وهم الصحابة ممن بعدهم. قال الخواص رحمه الله: دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. وكل هذه فعلا دواء القلب، إلا خلاء البطن، هذه فهذه تحتمل على حسب الحال وعلى حسب يعني العادة ونحو ذلك. فإن كان المقصود يعني عدم الامتلاء الشديد الذي يؤدي إلى الوخم والنوم فظاهر، وإن كان المقصود ما كانوا يقصدونه من يعني خلاء البطن تماما فهذا يختلف باختلاف العادة. بعض الناس إذا خلت بطنه تماما حضر قلبه ويعني توقد ذهنه، وبعض الناس إذا خلت بطنه تماما لا يصلي ولا حتى الصلاة ما أستطيع، هذا يرجع إلى العادة ونحو ذلك. فأنا أقول لك يعني تعبد بخلاء البطن وعدم الأكل، فربما إذا فعلت هذا يعني تركت العبادة. أما الأربعة الباقية فلا إشكال فيها ولا لم تتغير ولا تتغير: قراءة القرآن بالتدبر من أدوية القلب، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. فصل: قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة من حفظه، هكذا قاله أصحابنا، وهو مشهور عن السلف رضي الله عنهم، وهذا ليس على إطلاقه، بل إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل من المصحف، فالقراءة من الحفظ أفضل، وإن استويا فمن المصحف أفضل، وهذا مراد السلف. قال رحمه الله: فصل: قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة من حفظه. اختلف العلماء هل الأولى والأفضل القراءة من المصحف أم القراءة من الحفظ. قال كثير من أهل العلم: قراءة القرآن في المصحف أفضل، وعللوا ذلك بأنه مزيد من العمل، وكلما كان العمل أكثر رجي الثواب الأكثر، ولأن يعني النظر في المصحف عبادة كما ورد عن بعض السلف في بعض النصوص ولم يصح هذا مرفوعا، ولأنه ربما كان يعني فيه إشراك للقلب وللعين ولليد ونحو ذلك من الأعمال الأكثر. أما القراءة من الحفظ ففيها يعني جهد أقل من هذا. هكذا قاله أصحابنا يعني الشافعية، وهو مشهور عن السلف رضي الله عنه، وهذا ليس على إطلاقه، فقد أحسن المصنف بهذا. بل إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل من المصحف، فالقراءة من الحفظ أفضل، وإن استوي فمن المصحف أفضل، وهذا مراد السلف. هذا كلام جيد، أن مدار الأمر على حضور القلب، فإذا وجدت قلبك يحضر وأنت تقرأ من حفظك فهذا أولى، وإن وجدت قلبك يحضر وأنت تقرأ من المصحف فهذا أولى، وإن وجدت نفسك لا تحفظ أصلا أنت مضطر أن تقرأ من المصحف، وإن وجدت قلبك لا يحضر لا هنا ولا هنا فانظر إلى يعني ما كان أحسن على كل حال. ولهذا قال: إن استوي فمن المصحف أفضل لما تقدم. فصل: جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقراءة وآثار بفضيلة الإسرار. قال العلماء: والجمع بينهما أن الإسرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخاف ذلك، فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل، بشرط ألا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرهما. ودليل فضيلة الجهر أن العمل فيه أكثر، لأنه يتعدى نفعه إلى غيره، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه، ولأنه يطرد النوم ويزيد في النشاط ويوقظ غيره من نائم وغافل وينشطه، فمتى حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل. كل هذه الفصول تدل على شرف القرآن واعتناء أهل العلم به، حتى بحثوا كل ما يتعلق بشأنه قراءة وهيئة ويعني الأحوال كلها حالا حالا. مما ذكره قال: جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقراءة وآثار بفضيلة الإسرار، يعني يرفع الصوت أم يسر. من هذه الآثار حديث أبي بكر عمر المعروف، النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا يرفع فقال اخفض قليلا، ورأى هذا يسر فقال ارفع قليلا، وهذا احتج قد أسمعت من
ناجيته، وعمر احتج بأوقظ الوسنان ويعني أطرد الشيطان ونحو ذلك، لكل وجهة هو موليه. قال العلماء والجمع بينهما أن الإسرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخاف ذلك، فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل. يعني أسر إن كنت تخشى الرياء، وبعض الناس قد يلبس عليه الشيطان بهذا، حتى يعني وجد من يصلي في بيته ويرفع الصوت لعل أحدا ماشي في الطريق يسمع، خاصة إذا كان الوقت في سكون الليل ونحو ذلك، ويعني قد يوقظ بعض المصابيح ونحو ذلك، ولو فتش لعرف أنه مدخول. وإذا فتشت نفسك في كثير من الأفعال وجدت أنك مدخول فراجع نفسك، بشرط أن لا يؤذي غيره. يقول فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل، إذا أمن من الرياء فالجهر أفضل، بشرط أن لا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرهما. يعني لو كان أحد يصلي فلا تشوش، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، أو نائم، لأن النائم يعني مدام ليس وقت صلاة فريضة ف يعني دعه ينام ولعله قد قام أول الليل. ودليل فضيلة الجهر يعني إذا استوي أن العمل فيه أكثر، لأنه يتعدى نفعه إلى غيره. العمل في الجهر أفضل، لأنه الذي يجهر يستفيد ويفيد غيره، ممن يحب أن يسمع القرآن من غيره، أو ممن لا يحسن أن يقرأ ولا يحفظ فيحتاج إلى أن يسمعه من غيره، أو ممن ربما إذا سمع قام وصلى وغبط القارئ، أو غير ذلك من المنافع الظاهرة. ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه، يعني القارئ بصوت حضوره أقوى غالبا من القارئ في سره، ولأنه يطرد النوم ويزيد في النشاط، هذا صحيح، يطرد عنه النوم ويزداد نشاطه، وإلا من أسر فربما نعس. ويوقظ غيره من نائم وغافل وينشطه، فمتى حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل. إذن الصحيح في هذا الباب وما كثير مما قبله مما سيأتي أنه ليس هناك قول يعني فصل في المسائل على الإطلاق، وإنما هذا كله يرجع إلى الحال، مهما وجدت حالك أقرب إلى الله، مهما وجدت قلبك أكثر حضورا، فثم المطلوب وهناك المقصود، وليس يعني شيء من كثير من هذه المسائل على الإطلاق. قال هذا المصنف يعرض الخلاف ثم يميل إلى تأكيد هذا المعنى، ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. يقول قول الصحابي لو أني أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني لحبرته تحبيرا، يعني يقول عن حديث أبي موسى رضي الله عنه، يعني كأنه يقول هذا رجل يتزين بالقرآن ألا يخشى من التكلف، يعني أو يقول يعني هل يصلح هذا دليلا لأن الإنسان يحبره تحبيرا للناس. هذا الكلام غير صحيح، لأن أبا موسى رضي الله عنه ضبط قلبه وضبط نيته فيما يظهر، وهو من هو رضي الله عنه، وإنما قصد يعني استحضر معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإنسان يحبره تحبيرا لكي يرضى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكي يعني يسر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكي يدخل السرور على قلبه، وهذا شرف عظيم. لكن ليس لك أن تأخذ هذا المعنى وتقول حتى إذا علمت أن أهل المسجد يسمعونني سوف أحبره لهم تحبيرا مع ضعفنا وعجرنا وبجرنا، فإنك ربما تذهب تحبره تحبيرا فتهلك أنت هلاكا مبيرا. فخليك في نفسك وامشي يعني بجانب الحائط، وأنت غير سالم على هذا، فكيف إذا حبرته تحبيرا؟ أسأل الله السلام والعافية. من أين أخذنا تأثيم من نسي آية من كتاب الله؟ والحديثان الأخران في الباب ضعيفان، والأولان فيهما الوصية بتعهده فقط وليس فيهما فيما يبدو حجة في التأثيم. نعم جزاك الله، ذكرنا هذا، قلنا منه أي من هذا الحديث أخذ
التأثيم من حيث النص، لكن يرد لا من النص وإنما من العموم، فإن القرآن يعني شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والغنم بالغرب كما أن له شأنا عظيما إذا حفظه وصار من أهله، فإنه لا يليق أن يكون يعني ليس كذلك، فالأمر في هذا واسع. ذكر في الملخص الفقهي أن يمسك السواك باليد اليسرى، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال كثير من أهل العلم يمسك السواك باليمنى، لاحظوا في هذا أنه للتعبد، وقال الشيخ الإسلام رحمه الله قال بل لو أمسك باليسرى لكان أفضل، ولاحظ في هذا أنه يتنظف، واستعمال التنظف ونحو ذلك الآلة أن تكون الشمال، لأن اليمين الأمور المكرمة، فالذي ينظف يستعمل الشمال. وبحث الشيخ الإسلام رحمه الله في المسألة فقال إن كان يعني فمه يحتاج إلى يعني التطهير ونحو ذلك، كما لو كان في فضلات طعام أو غابة يعني زمانا لا يتسوق فيستعمل الشمال، وإن كان فمه يعني على أكمل حال يستعمل اليمين، كل هذا الأمر في واسع، لأن هذا يعني خلاف يعني لمجرد البحث عن الأكمل، وهذه مسائل اجتهاد وليس فيها نص على كل حال. وعنه نقل الشيخ رحمه الله في الملخص الفقهي، يقول من يريد أن يختم القرآن أول مرة يريد أن يأتي بفضل ختمة حفظا، هل تكون مراجعة من خلال ورد القراءة حيث يكون هناك وقت الورد القراءة وقت الورد الحفظ حتى يكون هناك متسع لمطالعة الكتب؟ وجزاك الله خير. الله يجزاك الله خير، ما فهمت يعني المقصود. يريد ختم القرآن أول مرة وأن يأتي بفضل ختمة حفظا، هل تكون المراجعة؟ أنا ما مش قادر أفهم. لا أدري الله يا أخي، أحيانا طريقة السؤال تكون فيها إشكال، يعني هذا باب في كتب الأدب يسمى باب التوقيع ونحو ذلك، يجيبوا بعض الآثار عن بعض الناس سجلوها عليهم في التاريخ، تقرأ هذا في كتب الأدب، قال فلان أنا لا أقول جعلت فداك، لأني لو قلت أنا جعلت فداك فإن هو يكون كذا، ذكرين اسم الرجل، قل شوف الركة في الكلام، أنا لا أقصدك طبعا، لكن أقول يعني هذا كله مسجل في طريقة العرض وطريقة المهمة جدا. أيهما يجزئ الصلاة في الصف الأول المقطوع بالسواري أم الثاني؟ ما خارج الموضوع، وهذا خارج الموضوع. لو جاءتك علبة حلاوة المولد هل تردها أم تأكلها؟ واحد عايز يعطيني واحدة بين عليها. لا والله لو جاءتني أردها، نعم أردها حتى لا أشارك في، لأن أكلها سيصبر عليك حتى تأكله، بعد ما تأكله لك يا عم الشيخ ما أنت شغال معنا هو، يبقى لا طيب، يعني هو بيوقعك، فخليك تقول لا أنا ما أشارك، هو تقول له هذا حلال وليس فيه شيء وهذا طعام طيب، لكن اعتياد الناس ربط هذا في هذا الوقت بالذات، وهذا يعني يدخلنا في أبواب البدع التي ينبغي أن نتنزه عنها، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.